نسمع. رجعنا لكم في نيوز روم واحنا نتعداو مباشرة النقطة خارجية مع زميلتي رحاب الحوات اللي متواجدة حاليا في باب عليوة، محطة باب عليوة. مرحبا بك رحاب. إذا زميلتي رحاب الحوات، مرحبا بك إنيس، ومرحبا بمن يتابع فينا على قناة نسمة لايف. احنا تويك في محطة النقل في باب عليوة. كما تعرفوا اليوم رابع يوم في العيد، العبيد اللي كانت معايدة في ديارها يرجعوا اليوم لتونس، وزيد في بين اللي الطلبة في الإمات هذوما يرجعوا يشدوا المبيتات نتاعهم يرجعوا، زيد فما دي فاكولتي يرجعوا اليوم يقريوا. على ذاك اليوم نتصوروا معناها فما حركية في النقل متزايدة معناها على الوقت العادي، وهذا الشيء اللي شفناه زاد قبل العيد. على ذلك احنا اليوم تنقلنا على عين المكان باش نشوفوا شنو التحذيرات، شنو اسكو فما سفرات اضافيه، اسكو المواطنين عندهم الاكتفاءات نتاعهم في النقل والا لا. على ذلك باش يدخل معنا تويك سيد اديب البكوش، رئيس دائره الاستغلال بالشركه الوطنيه للنقل بنابل. مرحبا بك. وبيك مرحبا بكم بالساده المشاهدين. يعيشك الله يخليك. دونك كما سمعت السؤال نتاع اليوم، اسكو فما معناها تحذيرات اضافيه كما شفنا معناها قبل العيد؟ أكيد هو البرنامج كان من الأول الانطلاق معناتها تحضير العيد انطلاق من تونس، وبعد باش يكون العودة حضرنا برنامج واضح. بالنسبة للذهاب معناتها الانطلاق من باب عليوة ومن باب سعدون، الحمد لله كنا أمننا السفارات كل الاعتيادية والإضافية وكانت منظمة وكانت بسلاسة تعديت والحمد لله. بون توا بدات من نهار الجمعة في الليل، معناتها خاصة البارح معناتها أمننا برشا سفارات إضافية من الجهات، لان الانطلاق باش يكون من الجهات من داخل الجمهوريه. دونك التحذيرات معناتها كانت كما برمجناها وقاعدين ننفذوا فيها بكل معناتها اريحيه، ما عندنا حتى اشكال. نعطيو بالتدقيق قديش عندنا مثلا سفره اضافيه؟ بالنسبه للسفرات الاضافيه معناتها تتراوح بين 35 و 40 سفره اضافيه يوميه. بون هذا يقبل العيد. توا بعد العيد نفس الشيء كيف معناتها من الجهات معناتها الكل معناتها تفوت ل 40 سفره اضافيه. قاعدين معناتها حضرنا الاسطول نتاعنا كما يلزم، حتى بعد العيد معناتها الحفلات نتاعنا قاعدين ناهلوا فيهم باش تتواصل، لان العوده باش تتواصل من 2 حتى ل 11 وتنجم من بعد العوده المدرسيه قبل العوده المدرسيه، معناتها على فتره ممتده نتاع 10 12 يوم. ان شاء الله حاضرين وباش نامنوا السفرات وان شاء الله ترجع العباد الكل سالمه كطلبه وموظفين. شكرا لك. واحنا تقريبا كنا نعملوا في دوره قبل من دخلوا تويكا، تقريبا معناها ما فماش معناها مشاكل، ما شفنيش مثلا تاخر نتاع كيران والا مواطنين قاعدين يستناوا. واحنا اكيد الموضوع هذا باش نتابعوه في نشراتنا الاخباريه القادمه. عوده ليك انيس. يعطيك الصحه رحاب الحوات، شكرا ليك على التفاصيل. كما كنت تشوف خليل، محطه باب عليوة، محطة نقل في باب عليوة، فما رحلات إضافية أكثر من 40 سفرة إضافية يوميا، وثم اكتظاظ في نفس الوقت. ما أنت شفنا ريت، ما أنت احنا ما نجمش ننكروا زاد اللي ثم مجهود لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للتونسي اللي تمكنوا. ما أنت وقت يقول لك 40 و50 سفرة إضافية، بمعنى أنه استغل كل ما عنده من أسطول وأسطول إضافي وأسطول احتياطي. موسم الذروة تقوى شوية على الإمكانيات الموجودة والمادية، هذا يلزم برشا صبر، أما ديما الناس تستنى. حاجه اخرى اللي مش معقول اليوم مثلا انه تو هذه شبكه نقل بري لسنتري راهي خدماتها الى حد ما معقوله شويه. ثم خدمات اخرى من الدنيا في قطاعات اخرى. احنا كان النقل الحديدي هو اللي يهزنا في الشارج هذه الكل. النقل الحديدي كنا نعملوا عليه في الخط الشمالي وفي الخط الجنوبي يوصل حتى القفصه وكذا. الخط الحديدي اليوم اللي نشوفه فيه تو هو ان الناس ولات هاربه من المشي للخط الحديدي باعتبار انه طلوع في التران اصبح في حد ذاته مجازفه. اصبح في حد ذاته مجازفه سواء بالوقت وسواء اختار الممكن تنجم على تراهل مع الماكينات والى غير ذلك. وهذا اللي خلى الناس الكل تقريبا تجمع في اللاوعي نتاعها انه يهرب من التراه يمشي للواش ويمشي للكار وغيره. معناتها هنا لازم ننتبهوا، ثم حاجه تتحط للاعياد القادمه والمستقبل القادم، هي كيف انه الاسطول التونسي تاع النقل وخاصه النقل الحديدي اللي اليوم قلنا يعاني مشكله كبيره يتطور. وفي عوض ما نقعد كل موسم نعديه فيه بالاستثنائيه والسفر الاستثنائيه نخليه انفراستركتير اللي قادره تمشي للسنين الجايه. معناتها احنا نتطور ديموغرافيا ونتطور مجتمعيا وتتطور الاعمال والحركه بين الولايات تكبر. واحد واليوم نقاور واحنا في بنيه اساسيه نتاع نقل نتاع عام 70 و67 معناتها هذا هو اللي مش دون المستوى للاسف. احنا من نقطتنا